مساء الخير، هسا بدي احكي عن شرح لشابتر 15، وبدي احكي انه هو شابتر سهل، يعني ما فيهوش اي اشي جديد، يعني اشياء جديدة بسيطة وبتقدر نفهمها بسرعة. فهي فعليا اساسياتها زي اساسيات شابتر 15 11. شابتر 11 كنا نعرف انه في عندي اشي اسمه سرعة، عندي اشي اسمه تسارع، وكنا نعرف انه هذول بيتحركوا بحركة انتقالية او دورانية. انتقالية يعني اكس او واي لحالها، او دورانية، او دورانية يعني زي هيك يكون حركة مقذوفات او حركة دائرية، يكون عندي تسارع نورمال وتسارع تانجنت. طيب هسه لو طبقناهم على حركة انتقالية ودورانية سوا بصير اسمهم جنرال بلين موشن، نختصرها باسم جي بي ام. طيب كيف بدي استعملهم هذول، كيف بدي احل؟ فهسه راح نتعلمه بهذا الشابتر. طيب في عنا احنا اشي اسمه ار، ار المحور القطبي، كنا نستعمله بار دوت وار دوتين، هذول راديال ترانسفيرس تقريبا، يمكن هم من نفس الاشي. فعنا نعرف شغلة واحدة، هسا بهذا الشابتر مش راح نستعمل ب V و A لحالها، راح احنا نحكي سرعة دورانية، تسارع دوراني. طب شو السرعة الدورانية؟ كنا نسميها أوميجا أو ثيتا دوت، فأوميجا في ف فهسا مشان نحل راح يعطيني V، ال V دائما وال A هذول اللي كانوا بشابتر 11 بيعطيني اياهم عند نقطة معينة، مثلا بيعطيني عند نقطة بالفريم، الفريمز تبعت الستاتيك أو السترينج، بيعطيني عند نقطة معينة. اما لما يحكي لي اوميجا او الفا ايش نستعملهم على رود كامل، قضيب كامل، ديسك كامل. فاحنا لو اعطاني في لنقطة راح اقدر اطلع سرعة دوران، سرعة دوران يعني اوميجا لمين؟ للرود كامل. فانا لو اعطاني في لنقطة بطلعها كيف؟ كيف؟ احنا بنعرف انه في راح يصير اسمها ار في اوميجا، واحنا كنا نعرف بالشابتر 11 انه في بساوي ار ثيتا دوت، ار ثيتا دوت ماشي. طيب وشو الاي؟ الاي بنعرف انه لها تسارعين، اي لها تسارعين تانجنت ونورمال. تسارع التانجنت بكون هاي طبعا التانجنت، بكون تانجنت بيكون قانونها الفا كروس ار، هون راح تصير نستعمل ضرب المتجهين. والاي نون راح يكون ماجنتيود، راح يكون ناقص اوميجا تربيع في ار زي هيك. بس هاي السالب كل سؤال لازم تكون موجودة، لازم تسارع النورمال ناقص اوميجا تربيع في ار. واحنا لما بدنا نحل اي سؤال يعطيني تسارع على نقطة راح اقول له ايه بدها تساوي الفا كروس ار. طبعا شو اتجاه الالفا، شو اتجاه الاوميجا؟ دائما اوميجا والفا كي هات دائما، ما فيش، وار دائما اي وجي، اي او جي او الثنتين سوا. فاحنا لما نضرب اي باي ار، اي كرو هاي كي، كي كروس اي اعطيني جي، كي كروس جي سالب اي اللي هي الحركة هاي، هاي الاشارات اللي كانت زي هيك انه ابصر كيف اي نضربها بجي يعطيني كي مثلا. فاحنا اذا مشينا زي هيك موجب، موجب جي ضرب كي اي موجب، اما اذا مشينا العكس يعني اي ضرب كي بيعطيني سالب. هاي لازم شغلات اساسية. فلما يعطيني اي الفا كي ضرب ار اي اي وجي ناقص اللي هي زائد، زائد تسارع هذا التانجنت وهذا النورمال ناقص اوميجا تربيع في ار. هسه اوميجا اذا كانت باتجاه، هسه اوميجا تكون فيكتور، بتكون ماجنتيود قيمه لانه تربيع، اما الار ممكن تكون فيكتور، فعادي نضرب ثابت في فيكتور اي وجي. شو الار؟ طول الرد او نصف قطر الديسك اذا كانت الاسئله ديسك. فاحنا لازم نعرف انه في تساوي ار اوميجا، و اي تي بتساوي الفا ار، الفا بالعاده اذا حكى لي كونستانت اوميجا بنحكي له زيرو، والاي ان سالب اوميجا تربيع في ار. طيب شو في عندنا شغلات كمان اساسيه؟ عندنا كمان شغله قوانين الحركه، رح نطبق قوانين الحركه او التكامل اللي كنا نستعملها من شابتر 11. يعني اذا اعطاني كنا نحكي اي بدلاله اكس، كنا نستعمل قانون اي دي اكس تساوي في دي في. طب حولهم للرموز الثانيه، يعني لو اعطاني الفا بدلاله ثيتا، طبعا اكس بتصير اسمها ثيتا، اي بدلالة الفا بدلالة ثيتا بنحكي له الفا دي ثيتا تساوي ايش؟ اوميجا دي اوميجا، نطبق هذا القانون بالكامل دي اوميجا. طيب اعطاني قوانين ثابت، قوانين ثابت بنحكي له مثلا ثيتا فاينل تساوي ثيتا انيشال زائد اوميجا نوت في تي زائد نص الفا تي تربيع. شو الثيتا والثيتا؟ اكس اكس، اوميجا اللي هي السرعة الدورانية اللي هي في، الفا اللي هي اي. بس ايش بكون قانونهن؟ انه في بتساوي اوميجا ار، والفا بتساوي الفا ار
ايه قصدي، بس اذا كان تانجنت نورمال مستعمل هذا القانون، هذا رأس القانون راح نستعمل كل سؤال. طيب مشان نحل اي حركة انتقالية كنا ننسب، يعني البكرات مشان نحل، مشان نوجد سرعة على سرعة كنا ننسب، فاحنا راح نستعمل قوانين النسب. راح نقول مثلا انا بدي السرعة بي، احكي له اي بي شو بدها تساوي، اي دي زائد اي بي ريليتيف لدي، كنا احنا نستعمل هاي تساوي ايش، اي بي ناقص اي دي، نفس الاشي ترتبها مع كيفك. هذا القانون راح نستعمله، راح نستعمل كمان في بي تساوي في دي زائد في بي ريليتيف لدي. هاي القوانين راح نستعملها، النسبة والتناسب اللي هو ننسب جسمين لبعض، والقوانين هاي ار اوميجا الفا ار سالب اوميجا تربيع في ار، وهذا القانون راح نستعمله كثير، وهذا خطوة من خطوات حل اي سؤال. بالفاينل راح يجي عليه سؤال، لازم يجي عليه سؤال اقل شيء 9 علامات. طبعا هو السؤال 18 علامة افرع. طب شوفي عندي كمان، عندي القوانين اذا اجاني السؤال ايه بدلالة اكس او الفا بدلالة، طبعا الفا بدلالة ثيتا مش راح يجي بدلالة اكس، او ايش قوانين حركة، او القوانين الثانية انه الفا بدلالة تي، إيه انه اوميجا بدلالة ثيتا، الشغلات اللي كان زي اللي بالفيرس، يعني انا سويت الملخص الفيرس مش راح ارجع اعيدها. فهسه راح نبلش نحل امثلة بالفيديوهات الجاية. هاي بس اساسيات الشابتر 11 وكيف يعني شغال. وفي عندي قانون كمان اللي هو اذا اعطاني ريفوليوشن، يعني كم لف لف الجسم، نمبر اوف ريفوليوشن، نمبر ريفوليوشن شو بدها تساوي، قانون شو بده يساوي، ثيتا اللي هي زي ما نحكي زي ما كنا نحكي اكس على ايش، على 2 باي. هذا القانون راح نستعمله، يعني ممكن بالسؤال يعطيني نمبر اوف ريفوليوشن ما يعطينيش ثيتا، من وين بدي اجيب الثيتا، بيكون معطيني نمبر اوف ريفوليوشن نضربها 2 باي بيعطيني ثيتا. في عندي مصطلحات انه مثلا بيحكي لي كونستانت انجولار، انجولار فيلوسيتي يعني اوميجا بس مثلا 2000 ار بي ام، 2000 ار بي ام شو يعني 2000 ار بي ام، يعني 2000 دوره بالدقيقه مينت، بنحولها لايش، لراد لكل سكند. راح اكتب كيف نحولها بس انا ما ضلش وقت بالفيديو، هسه بقول لكم كيف التحويل وكيف نحولها.